لكن احنا مشكلتنا بالمياه مع دول المنبع. العراق استخدم مع دول المنبع يسموها سياسة التكيف، المطالبة بحقوقنا المائية بالطرق الدبلوماسية. والجمهور العراقي وحتى الفلاح العراقي يعرف بأن سياسة التكيف أو الدبلوماسية المياه لا تأتي شيئا للعراق، لأن دول المنبع تعرف تماما بأن سياسة الدبلوماسية المياه ليس لديها قدرة على إجبار دول المنبع على إعطاء العراق حصته المثبتة قانونيا. شو يسوي العراق؟ إذن يتجه العراق إلى المحافل الدولية، إلى المنظمات الدولية، إلى المحاكم الدولية، الاستعانة بقانون المياه لدى المنظمات الدولية، لدى حقوق الإنسان، لدى محكمة لاهاي الدولية. كل هذه يجب على العراق أن يلجأ إليها. اليوم يعني.